بكم في نشرة أخبار مجلس النواب من موقع تحيا مصر، وإليكم آخر المستجدات. مجلس النواب يعاود الانعقاد الأحد المقبل، والأعضاء يواصلون مناقشة قانون الري والموارد المائية. جلسة حوارية لحزب مستقبل وطن حول قانون المطور العقاري، ورئيس إسكان النواب الأغلبية لديها إصرار لإصداره. حل مشكلة غرامات الأرز بعد تدخل حزب مستقبل وطن لدى مجلس الوزراء، وزعيم الأغلبية يوجه الشكر لمدبولي، وإليكم التفاصيل. تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 و2021، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الموارد المائية والري. حزب مستقبل وطن عقد جلسة حوارية حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، وعدد من رموز المطورين العقاريين في مصر بحضور النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالنواب، والذي أكد على أن الأغلبية النيابية لديها إصرار على إصدار هذا القانون بعد أن تأخر كثيرا، حيث كان من المفترض أن يصدر عقب قانون اتحاد المقاومين. مرحبا بالسادة الكرام الحضور، بنرحب بمعالي المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، المنصة الكريمة. أنا أعتقد يعني أن قانون الاتحاد المطورين العقاريين تأخر كثيرا، يعني كان المفروض هو يكون اتباعا وراء قانون الاتحاد المقاولين مباشرة بعد هذا. أكد زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد حل مشكلة غرامات الأرز بناء على المذكرة المقدمة من حزب مستقبل وطن إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وذلك بخصم 60% من قيمة غرامة الأرز للمزارع الذي يقوم بالسداد قبل 30 من يونيو 2021، وخصم 40% من قيمة غرامة الأرز للمزارع الذي يقوم بالسداد قبل 30 من سبتمبر 2021، وخصم 30% من قيمة غرامة الأرز للمزارع الذي يقوم بسداد الغرامة قبل 31 من ديسمبر 2021. قدم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باقتراح قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي الشهيرة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعة الماضية، حيث أن التعديل المقترح ينص على عقوبة لا تزيد عن 7 سنوات سجن إذا كان المتحرش به طفل لا يزيد عن 12 سنة ميلادية. استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم ستيفان غومات سفير فرنسا بالقاهرة، حيث قدم التهنئة للمستشار عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ المصري، مع ترحيبه بالزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا على أمله في أن تشهد مزيدا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرة جديدة، دمتم بخير.